طبعا النظر في الهاتف كثيرا أثناء الليل، يعني إذا كان الضوء حواليك مطفي وأنت عم بتطلع بالتليفون لفترات طويلة، يؤدي إلى تدفق الدم بشدة على العصب السمعي. العصب السمعي عندما تدفق عليه الدم بشدة، شيء طبيعي أن حجمه يكبر، وعندما يكبر العصب السمعي يضغط على الأعصاب المحيطة، ومن الأعصاب المحيطة بالعصب السمعي هو عصب المعدة، العصب المعوي الذي يرتبط من المخ إلى المعدة مباشرة. وهذا العصب إذا ضغط عليه يؤدي إلى اضطرابات معوية، يعني إمساك، إسهال، شد مغص شديد أحيانا. فهناك بعض المرضى يكون عندهم مغص، هذا المغص هذا يعني يقول لك ايش السبب؟ يعني السبب هو النظام الهاتف، يقول لك ايش دخل عيني بالمعدة؟ يا اخي المخ العصب المعين جنب عصب المعدة، وبالتالي يوجد تأثير. فالناس بتخربط بتقول لك انه يعني ليش مثلا، ايش العلاقة الاضطرابات المعوية؟ ايش العلاقة الاضطرابات الحركية بالاضطرابات لا ارادية بالايد؟ العصب المرتبط بالنخاع الشوكي، والنخاع الشوكي مرتبط بالمخ، له تأثير مباشر. وبالتالي عليك الحذر من النظر كثيرا بالهاتف، ودمتم سالمين، وإن شاء الله بعلي عليكم شر، وشوفونا إن شاء الله بالأيام القادمة يعني بنصائح طبية جديدة. وشكرا لكم جميعا، حياكم الله.